مريضو باركنسون يستعد للسفر إلى الفضاء رغم أن عمره تجاوز 80 عاماً. بطل هذه القصة يدعى جون جودوين، بريطاني ولاعب أولمبي سابق. شخص عام 2014 بإصابته بمرض باركنسون، وهو الذي يسبب مع الوقت تيبساً في أطراف الجسم. فقرر تحدي المرض بممارسة الكثير من الأنشطة الرياضية، واشترى في العام التالي تذكرة لرحلة فضائية مقابل 250 ألف دولار. كان يخشى أن تتطور حالته وتمنعه من السفر، لكنه اليوم يستعد للانطلاق على متن رحلة فضائية تجارية تحمل اسم Galactic O2 تابعة لشركة Virgin Galactic الأمريكية، وستنطلق في 10 أغسطس المقبل. وستصحبه في هذه الرحلة أم وابنتها من جزر الكاريبي، ربحتا تذكرتيهما بالقرعة في فعالية خيرية جمعت تبرعات بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح مؤسسة فضاء غير ربحية تهدف لإرسال أشخاص عاديين إلى الفضاء. وسيكون معهم على متن المركبة رائد فضاء متخصص لكي يساعدهم في هذه التجربة.